هو ماتش بين كبيرين، نادي الاهلي ونادي الترجي. نادي الاهلي في ايده مكسب، بنتكلم على اعداد نفسي قبل المباراه زيه زي الاعداد البدني. الاعداد النفسي والتهيئه النفسيه مطلوبين من مستر موسيماني وكابتن سعد عبد الحفيظ، والكلام ده اكيد حصل. الكلام ده استغله استغلال ايجابي، ان انا بحفز اللعيبه، بحفز اللعيبه على ماتش النهارده. على ايه؟ بالنتيجه اللي حصلت الماتش اللي فات. مفيش حاجه اسمها انسى اللي حصل، لا ما انساش، بالعكس انا داخل بمعنويات عاليه، عندي ثقه، الثقه بس ما تكونش زايده، لان الافراط في الثقه ممكن يؤدي لنتيجه عكسيه. هو ده اللي اتكلم فيه مستر موسيماني، هو قال ان احنا المهمه ما انتهتش. هي فعلا المهمه ما انتهتش. المباراه صعبه، المباراه صعبه على الفرقتين، كل واحد ليه حظوظه ان يوصل الفاينل ان شاء الله، ولكن الحظوظ عند النادي الاهلي بقت افضل سنه من الترجي. يعني ما نقدرش نقول ان الحظوظ متساويه، لا الحظوظ مش متساويه، مش متساويه، لان النادي الاهلي كسب الماتش الاولاني هناك. نقدر نقول ايه؟ ان الحظوظ 60-40، الافضليه للنادي الاهلي 60 والترجي 40. لا قدر الله ان شاء الله ده ما يحصلش النهارده، لو عفوا نادي الترجي جاب جول هتبقى النتيجه واحد هناك وواحد هنا، في الحاله دي تقدر تقول 50-50. انما بالارقام الافضليه للنادي الاهلي، افضليه للنادي الاهلي انه بيلعب في ملعبه. نيجي بقى على حته الملعب، الملعب السلام الاهلي والسلام. وانت داخل في الملعب اللعيبه حتى لو من غير جماهير، الفتره الاخيره اللعيبه تعودت انها تلعب بدون جماهير. المباراه اللي في تونس لعبت بجماهير الترجي وشفنا احداث ما قبل المباراه. فاللعيبه وهي داخله الملعب صورها في كل حته، بدايه من دخولك من باب الاستاد، صورها في كل حته، صورها بره الاستاد، صورها جوه اوضه اللبس، صورها في الملعب. ده بيديك طمانينه وبيديك ثقه بالنفس مع نتيجه المباراه الاولى، روحك المعنويه عاليه قوي. الحاجات دي كلها بتعمل ضغوط على فرقه الترجي. يعني فرقه الترجي دايما المدير الفني بيبحث عن اي حافز ايجابي قبل الماتش عشان يحفز لعيبته وهم داخلين على لقاء صعب. انا اوريدي كسبان الماتش الاولاني، ده اكبر حافز ايجابي استغله بقى النهارده. هو بقى عنده يعني هو خسران في ارضه، ده المدرب بقى هيقعد بتاعه يدور على حاجات قديمه ويقول لهم ان الكلام دوت حصل قبل كده معانا واحنا قدرنا نتغلب عليه وكسبنا بره. يعني الصعوبات عندهم اكتر شويه. الماتش صعب على الطرفين، ولكن الطرف الافضل نسبيا طبعا لسه ما اتحسمش الموقف، ولكن الافضل نسبيا النادي الاهلي بحكم نتيجه الماتش الاولاني وبحكم ان الماتش الثاني بيلعب على ملعبه هنا.